النهاردة يوم الأجازة، أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب، خبطتني فكرة أستاذة. عندي عدة وعندي ستيز، والنهاردة يوم الخميس، يعني كله في اللذيز، ما فاضلش إلا التنفيذ. كلمت كل صحابي على طول، ما كانش فيهم حد مشغول، كله كان بيرد يقول يا قشطة يا بيس يا إما قول. كده ما فاضلش إلا حاجة بس أفضي البيت من كل العفش، أصل في ناس تبقى غاوية كسر ومش طالبة تقلب قفش. حطيت في كل حتة سماعة وحطيت سيدي هادي في بتاعة، كله جاهز للإذاعة ولسه بدري فاضل ساعة. قعدت أفكر سألت نفسي أنا لسه هفضل مستني، رحت جبت الميكروفون وصلت وقعدت أغني. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. بصيت لقيت بيته بقى حاجة تانية، والحفلة اتمليت في ثانية. مزيكا جامدة وكلها دانس راب هاوس، وكل دقيقة تزيد الناس، وانا واقف على الباب محتاس، وفي ناس بره عاملين سياح جايين ومعاهم سلاح، خلوني بقيت مش مرتاح. رحت قافل بالمفتاح وكتبت ورقة على الباب تقول ممنوع دخول اي مسطول، لو الكلام ده مش معقول معلش انا المسؤول. قلت اشوف بقى ناس دي شوية، اقدر قص واصحابي حواليا، فجأة رمولي مايك في ايديا وقالولي غني الاغنية. امي مسافرة وهعمل حفلة، بس ياريت متجيش على غفلة. مستنيها خدت العربية وجديها، من كتر الزحمة حواليها ملقتش حتة أركن فيها، رحت رميها على الرصيف والمنظر كان بره ظريف، ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذة دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني، السما بتمطر أغاني وأنا واقف برقص في مكاني. شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة أعرفها بس ما كنتش بص أزرافها، قلت معلش أظبطها علشان أرقص مع أصحابها، والصوت